على القليلة كانوا يطلعوا لبرا شوي، كنا شفنا هالعروس. رح تضلوا كتير؟ ما فيني استنى أكتر. ها خلينا نستنى شوي إلا ما يطلعوا. يا لطيفي شو كتير معزين. أهلا وسهلا. إن شاء الله مبروك. أهلا وسهلا. ألف مبروك. إن شاء ألف مبروك. شكرا. الله يبارك فيكي. جوازة الدهر إن شاء الله. كلك زو. قلتي لي السيد سيف عنده شغل، لهيك خفت ما تحضروا العرس. أخذت إذن لأجي. كتير انبسطت فيكم. فهمي هاد الكاميرا شوي. إيه صور أنت. تعال نقعد يا فاطمة. طالعة مثل الملاك بهالفستان. إن شاء الله ألف مبروك. محمد عشو عم تطلع؟ يلا صور العريس والعروس يا ابني صور. كريم صحيح انه فاطمه هي اللي فصلت فستان العرس لحالها؟ ايه بلا مرتي كتير شاطره بالخياطه. دق على الخشب وقول ما شاء الله. مو هيك انتو بتقولوا مدام ميسر؟ ايه عيني مزبوط. يعني انتي فصلتي لحالك؟ ايه فصلته كله لحالها. الف مبروك يا اولاد، ان شاء الله بتتهنوا. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا. ان شاء الله الف مبروك. مرحبا. انسي نسرين، وينو الاستاذ عمر؟ اليوم مشغول شوي، قال لي روحي انتي وانا بلحقك. ما بيتأخر. صحيح وينه عمر؟ كنت هيك معجوقة وما لحظت غيابه. في حدا متوتر اكثر منك بس لانه رح يكون شاهد على زواجكن. ان شاء الله الف مبروك تتهني. يلا اهلا وسهلا. عمر ما رح يجي على العرس مو هيك؟ إن شاء الله ينتهي هذا اليوم بدون مشاكل. إجا بابا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. مبروك إن شاء الله. أهلا وسهلا. مبروك. أهلا وسهلا شرفت. أهلا فيك. شو وين ست بيان؟ عنا ضيوف بالبيت مشغولة معهم، إذا راحوا بتجي. أنا وابني منمثل العائلة. شرفت يا عم. تفضل. من أهلا وسهلا. يسلموا. شفتي ليك ما أجيت، أكيد بتقصدي ما تجي. اتصطفي. يلا ميسر روحي شوفي المعازيم إذا ناقصهم أي شيء. أنا درت على المعازيم ما ناقصهم أي شيء. هاد أبوك؟ ايه مرحبا. كيفك عمو؟ كيفك؟ انا سيرين اخته للعريس.